نجمة وعليها الكلام. وقت اللي نحكيو على لبستنا التقليدية التونسية الأصلية وتحديداً على لبسة الرجال، نلقاو البرنوس الصوف اللي نشوفوه وقت الشتاء والبرد، وفي العادة يلبسوا الراجل كي يخرج ياسر مع أصحابه ولا باش يقضي قضية يتلحف بيه، وساعة ساعة يرمي القضية في راس البرنوس لين يروح لداره لصغاره. وكسألنا على طريقة صنع البرنوس، لقينا في المدينة العربي في سوسة عم عبد العزيز تقريباً الحرفي الوحيد اللي بقى يخدم فيها اللبسة التقليدية. ترى عندي تو تقريبا 65 سنة كاكا. تعلمت على عموماتي. عموماتي كانوا نساجة زوز، واحد في ناجي القصبة وواحد تحت مني هنا توفى. تعلمت معهم عندهم. كان قبل يجيبوا القيمات ما عدوش، نشريو احنا القيم من برا. الطعمة اللي نشريو فيها من برا ما تشر. هذا أبيض، صوف أبيض، لشخم كاي اللي يجيبوه ماليه. يلقطوا صوف لكحل ولشخم كل يلقطوه. ويجيبوه مالي مغزول نخدموا احنا البرنوس ولا القشبيه نتاع الجمل هذاك يوصل حتى نص مليون مال. منين يتلم هو؟ يتلم كان بالسيف هكا الشعر نتاعو. خدمه كانت عندنا برشا البرانس والعباين والحياك والكل. الله الباهي يوصل 170 180 الباهي. ثم برانس هكا نتاع مش صوف يتباع هنا ب 40 ب 50 في براني يسمى لانا واحدة برك توا الحاجب وطبلبة طبلبة حاجب هو عز اللانا بتاع الحاجب. الحاجب عنده توا تقريبا 4 سنين من وقت اللي جات النهضة حكومة تسكر المعمل كاين بعد ولا تحل توا عنده تقريبا شهرين وثلاث شهور أو ناخذ منها اللانا توا بتاع القاع تاع الحاجب العيون. كما أي مهنة وحرفة قديمة أخرى، نلقاو الشباب بعيد كل البعد على صنعة البرنوس، والدليل أنه 70 محل الخدمة الصوف أغلقوا أبوابهم في سوسة وملقاوش ناس زمان شكون ياخو عليهم المشعل ويكمل فيها الصنعة. فما الشباب شباب يقول لي تعلم يقول لي قداش فلوس حبش يتعلم. فماش كان مثلنا كعبات توا كان عندنا 70 حانوت في سوسة 70 حانوت عارف شو قيمة 70 حانوت اليوم تبقت الحوين تالي. برغم هذا البرنوس اليوم مازال يتلبس ونشوفوه في بلادنا وقت الشتاء، واليوم زادا ولينا نراوه بلمسة جديدة فيها برشا فن وحرفية وإبداع. يفمال الجدين وتبقى صنعة لدين صنعة الجدود نجمة وعليها الكلام.